السلام عليكم، مساء الخير، كيف الحال؟ هذا فيديو قصير يوضح ترتيب الشماعي في فورد فوكس محرك 16 زيتك اس اي. طبعا ديما لما نجو نرقمه نبدو من هنا، هذه الكتينة هنا عندنا 1 2 3 4. طبعا لو انت لخبطت مش هادو، لو لخبطت همه اللي في البوبينة ولا جبتهم غلط السيارة معاش تعرف معاش تولع. فنبدو من هنا الأول، هذا من هنا من فوق هذا رقم 3، اللي جنبه من هنا هذا رقم 2، أو رسمها أنا بالكركت رقم 2، هذا رقم 1، واللي متركين الرقم 4. هاو تشوفوا كاتب عليهم 1 4 2 3. طبعا الترتيب هذا لمحرك 16 بس، ليركب على 20 لل 18. إن شاء الله الفيديو القصير هذا يكون انفعكم وما تكونش لعبت في سيارتك زمان لعبت. لو عجبك الفيديو هذا دير لايك وشير واشترك في القناة.